بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف الخامس الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة اللغة العربية. لغتي يا عربية، ما أجمل اللغة العربية، تزهو بحروف سحرية، تزهو بحروف من نور، ما أجملك يا لغة العربية. والآن عزيزي كي نتعرف على رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي كما تعودنا. فبالعلم ترقى وتنهض الأمم، بالعلم تبنى الحضارات وتنهض. لذلك يجب علينا أن نتمسك بهذه القيمة، وهي قيمة العلم، ونحرص كل الحرص على الاهتمام بالعلم والتعليم. شكرا لكم. والآن هيا بنا كي نتعرف على قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع، وقيمتنا هي التطوع. فالعمل التطوعي عمل إنساني عظيم، فيه ثواب كبير وسعادة وأخوة وأمل وتعاون. احرصي كل الحرص عزيزتي الطالبة على هذا العمل التطوعي حتى تحصلين على الجزاء من الله سبحانه وتعالى. والآن هيا بنا كي نتعرف على رؤية مدرستنا. رؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي، محافظاً على أخلاقه وقيمه، ومستخدماً للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتمسك بالأخلاق الفضيلة والحسنة، مثل الصدق والأمانة والإخلاص وبر الوالدين والعطف على الصغير واحترام الكبير. هذا بالإضافة إلى ضرورة استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية حتى نواكب تطورات العصر الحديث ونتقدم ولا نتأخر عن بقية الأمم. والآن عزيزات الطالبات، هيا بنا كي نتعرف على بعض القوانين التي يجب علينا اتباعها أثناء مشاهدة الفيديو. يجب علينا أولاً إحضار جميع الأدوات، ثانياً عدم التأخر عن مشاهدة الفيديو، ثالثاً الجلسة الصحيحة، وذلك بجعل الكرسي في مواجهة جهاز الحاسوب. والآن عزيزتي الطالبة، قومي بإحضار الدفتر والقلم وقومي بإجابة هذا التدريب العلاجي. ما إعراب الفعل يدرس في جملة يدرس خالد واجباته؟ يدرس، أحسنت يا حبيبتي، بالفعل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم. شكرا لكم. والآن جاء وقت التهجئة، قومي بتهجئة هذه الكلمات. أوقفي الفيديو وحاولي أن تقومي بتهجئة هذه الكلمات. والآن هيا بنا كي نقوم بتهجئتها معا. الفعل الأول يركض، يا را كاف ضاد يركض. حيوانات، حيوانات. حاء يا واو ألف نون ألف تاء مفتوحة حيوانات. ما هنا فرأى، فاء راء همزة على ألف، ألف مكسورة أو ألف لينة فرأى. الكائنات، ألف لام كاف ألف همزة على نبرة نون ألف تاء مفتوحة الكائنات. أحسنتم يا حبيباتي. والآن هيا بنا كي نشاهد هذا الفيديو ونستمتع. واحرصي على التركيز أثناء مشاهدة الفيديو حتى تستطيعي أن تقومي بالإجابة على الأسئلة التي تتبع الفيديو. انتبهي معي. Thank you.
والآن عزيزاتي الطالبات، بعد أن قمنا بمشاهدة هذا الفيديو الشيق والممتع، هيا بنا كي نجيب على هذه الأسئلة. ماذا يا ترى شاهدنا في هذا الفيديو؟ بالطبع شاهدنا فهد يحاول مطاردة واصطياد غزال. يا ترى لماذا أراد الفهد اصطياد الغزال؟ بالطبع ربما لأنه كان يشعر بالجوع الشديد. من الذي أنقذ الغزال من قبضة الفهد؟ كما شاهدنا في الفيديو، القرد ومجموعة القرود هم من ساعدوا الغزال في أن نجا من قبضة الفهد. والآن برأيك، ما الذي دفع القرد لتخليص الغزال من الموت؟ ربما هي، وبالطبع هي، عناية الله عز وجل وكتابة عمر جديد لهذا الغزال، فنحن نعيش في كنف الله سبحانه وتعالى وعناية ورعاية الله سبحانه وتعالى، فكل شيء في هذا الكون بقدر من الله سبحانه وتعالى. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم، وهو أن تستنتج الطالبة عناصر القصة استنتاجا صحيحا، أن تنظم الطالبة أفكار الموضوع تنظيما سليما، أن تكتب الطالبة مقدمة الموضوع بشكل سليم. هذه هي أهدافنا لهذا اليوم. والآن هيا بنا كي نقوم بقراءة هذه الفقرة. كان علي يشاهد فيلما علميا عن حيوانات الغابة، فرأى نمرا يقترب من غزال صغير يرعى بأمان، فانتبه الغزال للنمر وبدأ يركض ويركض بشدة، والنمر يتبعه بشراسة إلى أن اقترب منه جدا، وكان علي يتابع المشهد بقلق شديد حتى أيقن أنه لا نجاة لهذا الغزال المسكين أبدا. وفجأة إذا نمر آخر يعترض طريق النمر المطارد وينقض عليه بشدة، ودار عراق هائل بين النمرين، فاستطاع الغزال أن ينجو بنفسه من موت محقق. فدارت في ذهنه تساؤلات كثيرة عن هذا التوازن العجيب بين الكائنات الحية، فسبحان الخالق العظيم. والآن عزيزات الطالبات، هيا كي نحقق الهدف الأول، وهو أن تستنتج الطالبة عناصر القصة استنتاجا سليما. القصة كما شاهدنا موجود أمامنا الآن، هيا بنا كي نقوم بتحديد عناصر القصة التي كنا ودائما نذكرها. عناصر القصة هي الزمان، المكان، الشخصيات، الحل للمشكلة. هذه عناصر القصة. هيا قومي باستخراج الآن عناصر القصة من هذه الفقرة التي توجد أمامنا الآن. بارك الله فيك عزيزتي. الزمان هنا في الماضي أو في يوم من الأيام، أما بالنسبة للمكان فهو في الغابة. أما بالنسبة للشخصيات التي توجد لدينا هنا، بالطبع النمر الأول والنمر الثاني والغزال. أما بالنسبة للمشكلة، فالمشكلة هي اعتراض النمر الثاني للنمر الأول ومحاولة مهاجمته ومطاردته ومحاولة مهاجمته ومطاردته. أما الحل بالنسبة لهذه المشكلة هو هروب الغزال في هذه الفرصة ونجاته من قبضة النمر. بارك الله فيكم. والآن عزيزات الطالبات، يا ترى ما هو عنوان القصة؟ وما الزمن الذي يمكن استخدامه في القصة؟ وما الشخصيات الأساسية بالقصة؟ وما هي المشكلة أو العقدة؟ وما هو الحل؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها بإذن الله تعالى. بالنسبة للهدف الثاني، هو أن تنظم الطالبة أفكار الموضوع تنظيما سليما. أمامنا الآن المخطط الذي يوجد أمامكم،
وهو عبارة عن عناصر القصة. لابد أن نحدد مكان معين للقصة التي سوف نقوم بكتابتها، وزمان، وشخصية رئيسة، أو قد تكون شخصيتان أو ثلاثة، ما من مشكلة. المشكلة هي العقدة، وهي المحور الأساسي داخل القصة. ثم بعد ذلك لابد أن نجد حل لهذه المشكلة. والآن عزيزتي الطالبة، بعد أن قمنا بذكر عناصر القصة كما تشاهدون، لابد أن نراعي في الكتابة ما يلي: تخيل حوار يدور بينك وبين والدك ثم نقوم بكتابته. لابد أن تتضمن القصة عبارات وتعابير مؤثرة، مثل: جلست أتأمل كيف، وصارعت أصادق، أوز الزمن إلى، وعندما أدركت، وهكذا. ولابد أولا عزيزتي الطالبة أن نقوم بكتابة الموضوع داخل مسودة، ثم بعد ذلك نحاول أن نقوم بكتابته كتابة صحيحة مع المعلم بإذن الله تعالى. غدا بإذن الله تحضرون إلى المدرسة ونقوم بكتابته كتابة سليمة. والآن اذكري شخصيات القصة، وأين دارت أحداث القصة، ومتى. هذه الأسئلة لو أنك استطعت أن تقومي بالإجابة عليها، فإنك سوف تقومين بكتابة قصة رائعة وجميلة. حاولي أن تفكري في إجابة هذه الأسئلة، وقومي بتجميعها مستخدمة أدوات الربط وعلامات الترقيم، وبإذن الله سوف يكون موضوع قصة جميل جدا. مخطط الكتابة: توزيع عناصر القصة على الهيئة كالتنظيم للتعبير الكتابي. المقدمة لابد أن تحتوي على الزمان والمكان والشخصيات كما نعلم وكما تعرفنا من قبل. أما العرض فهو يعبر عن الأحداث والمشكلة والحوار. أما بالنسبة للخاتمة فيوجد فيها نهاية القصة أو العبرة أو حل للمشكلة التي كانت توجد داخل القصة. وقبل البدء في كتابة الموضوع، هيا بنا كي نتذكر علامات الترقيم. علامات الترقيم هي الفاصلة والفاصلة المنقوطة ونقطتين القول والنقطة وعلامة التعجب وعلامة الاستفهام وعلامتي التنصيص وإلى غير ذلك من علامات الترقيم يوجد أمامنا الآن. هيا تذكري معي علامات الترقيم الفاصلة. نقوم باستعمالها لربط الجمل بعضها مع بعض، مثل هذه الجملة: يا طالب ذاكر درسك. الفاصلة المنقوطة فهي نقوم باستعمالها عندما تكون الجملة الثانية سببا في الجملة الأولى، مثل: يصوم المسلم رمضان. لماذا يصوم المسلم رمضان؟ بالطبع طلبا لتقوى الله. فبالتالي قمنا باستعمال الفصل المنقوط. علامة الاستفهام بتكون في نهاية السؤال: كيف ينجح الطالب؟ علامة التعجب نقوم باستعمالها في حالة الجملة التعجبية وإسلامها. النقطة بنقوم باستعمالها في نهاية الجملة عندما ننتهي منها، مثل: نجح الطلاب المتفوقون في الامتحان. النقطتان الرأسيتان أو نقطتين القول: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، وهكذا. قوس التنصيص بنقوم باستعماله عند ذكر آية قرآنية أو إلى غير ذلك، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، أو أي آية قرآنية. لابد أن أختار عنوان مناسب لكتابة الموضوع، وهنا قمت أنا بكتابة مقدمة. قومي بمحاكاة هذه المقدمة وكتابة مقدمة تشبهها. العنوان: عناية الله. في أحد الأيام خرج عبد الله مع أحد أصدقائه المقربين للصيد، فقد كان يجيدان السباحة وركبا مركبهم الصغير متجهين إلى العمق حتى يتمكنا من صيد السمك الكثير ويعود إلى منزلهما وبحوزتهم كثير من السمك وخيرات الله. وبذلك أكون قد قمت بكتابة المقدمة. أتمنى عزيزتي الطالبة
أن تقومي بكتابة مقدمة تشبه هذه المقدمة ومنظمة مثل هذه المقدمة داخل كراستك، وقومي بعرضها علي غدا بإذن الله تعالى. وإلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن نكون قد استفدنا منها، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة لغتنا العربية. والسلام عليكم ورحمة الله.